والدتي عملت بالزراعة 30 عاما، وعمل والدي قبلها 20 عاما أيضا، وأنا أريد مواصلة ذلك. رافقتهما دائما إلى المزرعة وساعدتهما. اعتدت على هذه الحياة وأحببتها. أحب قريتي وأحب أهلها. أستمتع بمساندتهم وجعل حياتهم أفضل. نطبخ به البورشة والحساء. نطهيه ونشويه في الفرن مع التفاح. ونحصل على طبق لذيذ جدا. الأوز المشوي هو طبق الأعياد المميز. نشوي الأوزة كاملة مع التفاح. هذه عاداتنا التي ربينا عليها وأردنا الحفاظ عليها أيضا. يعمل 40 شخصا في المزرعة. نربي هذه الطيور منذ 3 سنوات. تكيف الأوز مع مناخنا واستطاع التأقلم بقوة. يمكنه أن يتحمل برودة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر. غير متطلب في علفه ويحب السباحة كثيرا. جسمه لا يتبلل بالماء ولا ريشه، تنساب المياه عليه بكل سهولة. إذا كان الماء قريبا لن تبقى الأوزة على الأرض، فهي تشعر في الماء بالأمان التام. يزن هذا الطائر الجميل 4 أو 5 كيلوغرامات، ويضم السرب 1000 طير، ولكل ذكر تقريبا 3 أوزات. يتصارع الذكور فيما بينهم على الإناث. تعرف كل أوزة عشها، فلا تجلس أبدا في عش غيرها. عندما تجلس الأوزة لتبيض يكون الذكر بالقرب كي لا يضايقها أحد. إذا توفرت الظروف المناسبة للأوزة يمكنها أن تحضن وتفقس ما يصل إلى 15 فرخا. يتميز الأوز بصفات أبوية متطورة. تبقى الفراخ الصغيرة تحت رعايتها الشديدة آمنة تماماً. تستمر فترة الحضانة قرابة شهر. يفضل في هذه الفترة ألا ترى الأوزات بعضها تجنباً لأي شجار يقع بينها. تجب إعارة اهتمام خاص في هذه الفترة للعلف، فإذا لم يكفيها محتوى العلف الحيواني يمكنها أن تنقر البيض. يبلغ الذكور في سن 5 إلى 6 والإناث بين 4 و5. يوجد لدينا حالياً 1000 أوزة من السلالة الرمادية الكبيرة. متوسط وزن الأنثى هو 5 كيلوغرامات، في حين أن الذكر أثقل وأكبر حجماً. الأنثى أصغر وصوتها أعلى، الذكر هادئ أكثر. تسمعون الآن صوتهم وهو يصدر في الغالب عن الإناث، ولكن الذكور ستضج أولاً إذا شعرت بالخطر. إذا ظهر بقربهم شخص أو حيوان غريب سيصدر الأوز زبيطاً مدوياً. لذا يمكن أن يحل الأوز محل الكلب. يوجد دائماً قائد واحد للسرب. بماذا يختلف ذكر الأوز عن الطيور الأخرى؟ يبقى في سربه ولا يتركه، ولن يترك أوزاته، ومسؤولية السرب تقع عليه دائما. تربية الأوز هي الأسهل في المزارع، ولا توجد أي صعوبات في ذلك، فهو غير متطلب في الرعاية. العناية به أسهل بكثير مقارنة بالبط. يمكن للأوز أن يهاجم ولكنه لن يبادر، قد يدافع عن جماعته إذا رأى تهديدا. يصدر حينها أصواتا مميزة ويصفق بجناحيه، وإذا لم يضايق أحد إناثه فهو غير عدائي. أحب العمل مع هذه الحيوانات، أنا معها منذ 2 عامين.
هي تتبعني مثل الطفل. نطعمها في 8 صباحاً ونطلقها لتتفسح، وقد حان الوقت لذلك الآن. هي طيور عاشبة، تأكل في اليوم 300 جرام من الحبوب. الأوز غير متطلب من ناحية التغذية، فهو يرعى أكثر ويستهلك كمية قليلة من الأعلاف بخلاف البط. في منطقة نظيفة بيئياً نغذيها بالأعلاف السليمة التي نزرعها بأنفسنا، لذا فإن منتجنا صحي تماماً. نعد هنا الأعلاف من إنتاجنا الخاص. هكذا نتحكم بعملية التغذية، لا يوجد أي شيء إضافي، بل كل ما زرعناه بأنفسنا. أعلافنا ذات جودة عالية ومغذية، تقوم على الذرة والقمح والمكملات البروتينية والفيتامينات. المكونات البروتينية والفيتامينات ليست مكونات صناعية، بل هي إضافات نقية طبيعية 100%، تدخل فيها الأعلاف المركزة بأنواعها المختلفة. الكلس والكثير من الفيتامينات، المكملات ضرورية لتحسين مناعة الأوز وتحفيز الإباضة والحصول على نسل جيد. إذا كانت الأوزة سليمة سيكون بيضها عالي الجودة، وإذا كان البيض عالي الجودة ستكون الفراخ سليمة أيضاً. لتربية سرب من الأوز السليم تحتاج إلى الهواء والماء النقي والمراعي والعناية، والأهم أن تحبها. كل طائر يشعر بالمعاملة، إذا عمل بحب سيرد بذلك، وإذا عمل بسلبية سيفعل المثل. العمر الأمثل للذبح في حدود عام، يكون اللحم حينها طرياً وطازجاً. لا يوجد فرق بين لحم الذكر والأنثى، هو طري عند كليهما. الأوزة المشوية في الفرن طبق رائع. أما فيما يخص البيض فهو مناسب أكثر للمخبوزات. ما فائدة الأوز؟ يعتبر الجميع أن لحم الأوز أثقل اللحوم وليس صحيا، وفي الواقع دهن هذا الطير مفيد جدا ويقضي على الكوليسترول. يوجد 400 كيلو سعرة حرارية في 100 جرام من لحم الأوز. إذا أزلنا كل الدهن من هذا اللحم وحضرنا منه أقراص الحمية، سيبقى حينها 120 كيلو من السعرات الحرارية. تخيلوا الفرق. لحم الأوز غني بعدد كبير من الفيتامينات، ويحتوي على فيتامين بي وسي وآ، وعلى كثير من المعادن والكالسيوم والزنك والسيلينيوم. مفيد جدا لمن يعاني من فقر الدم ومشكلاته، فهذا اللحم يحتوي على كمية كبيرة من الحديد. إذا كان الشخص يعاني من اضطراب في الجهاز العصبي والتوتر، يؤثر تناول هذا اللحم إيجابيا على استعادة الجهاز العصبي المركزي حالته الطبيعية. لحم الأوز نافع للتعافي من الأمراض الخطيرة ومشكلات المناعة وضعف الجسم. Проблемы с иммунитетом. Ослабленный организм. Очень долго болел. Не знаю, там был туберкулез и что-то очень такое серьезное. Человек практически никакой, как в народе говорят, кволый. Опять очень полезен гусь. لدينا خطط بعيدة المدى، بيع الفراخ الصغيرة بمعدل 12,000 طير، والتركيز على تسويق كبد الأوز، فهو أثمن ما يمتلكه هذا الطير. إنتاج كبد الأوز هو من التوجهات المربحة من حيث التصدير إلى الأسواق الخارجية. وإذا كان سعر كبد الأوز المعلب عند المنتجين الأوكرانيين في السوق المحلية يتراوح بين 70 و100 جريفنة للمئة جرام، فإن سعره أعلى بمرتين أو ثلاث
في السوق الفرنسية. يبلغ الإنتاج السنوي قرابة 200 طن من هذا المنتج تحديداً. صدرنا منها في عام 2017 21 طناً. زادت الصادرات عام 2018 أكثر من الضعف ووصلت إلى 54 طن. هولندا والمجر هي الدول المستوردة الرئيسة. لماذا يعد تصديره مربحاً؟ انخفض الإنتاج في المجر عام 2017 إلى النصف بسبب إنفلونزا الطيور، ولما كان معدل الإنتاج حتى عام 2016 هو 1700 طن في العام، ففي عام 2017 انخفض الإنتاج إلى النصف بسبب إنفلونزا الطيور. لذا كانت هناك حاجة ماسة لاستيرادها من أوكرانيا، حيث يوجد فيها تناسب جيد بين السعر والجودة العالية، ما أدى إلى نمو الصادرات. كبد الأوز الأوكراني المعلب عالي الجودة يوفر التناسب الأمثل بين السعر والجودة، لذا يلقى ترحيباً واسعاً في أوروبا. تسمح الصادرات الأوكرانية في الحفاظ على مستوى الأسعار وتقديم النوعية الجيدة في نفس الوقت.